هذا العدو الذي ليس له طعم وليست له رائحة يستطيع أن يتسرب إلى عين إليك عن طريق العين أو الأنف أو الفم، ولذلك هذا العدو الخطير أخطر من العدو الظاهر. فأصبح من الضروري أن يتجند الجميع كل باسمه وجميل واسمه مع حفظ الألقاب والرتب، كل واحد والرتبة تاعه، كل واحد والوظيفة، بمعنى حتى البطالين حتى الفلاحين حتى مختلف الأعمال والوظائف كلهم يتجندون. أنا أقول النار حينما تشعل النار ما لازمش نقوله شكون اللي شعل النار أبدا، وإنما نقوله هيا كل واحد يجيب بيدون تاع ماء ونطفوا النار، ثم بعد ذلك نبدأ نسأل. لذلك نحن هذا الكوفيد هذا الفيروس كورونا هذا راه عبارة عن نار اشتعل في العالم كله ومنهم الجزائر، ومنهم هذه الجلفة ولاية الجلفة العامرة التي راح يعني من شهدائها من الأطباء ما شاء الله، حيث قدر عدد الشهداء عبر الوطن 111 الموظف في السلك الطبي منهم الأطباء والممرضين والسواق وما إلى ذلك. ولذلك حتى من المواطنين ماتوا، حتى من أصحاب الوظائف الأخرى ماتوا. احنا ماناش حابين نخسروا ارواح اكثر، احنا حابين نجوكم ونقول لكم انتم ايها المجاهدون لستم وحدكم، اننا معكم. اصحاب العمائم البيضاء جاءوا يتآزرون ويتضامنون مع اصحاب المآزر البيضاء، فنحن معكم وجئنا اليكم بانتم اعزاء علينا. وهذه الوردة، هذه الوردة تحمل اعز الناس، انتم اعز الناس علينا وعلى المجتمع كله. جئنا إليكم بأغلى ما نملك ألا وهو المصحف الشريف، جئنا إليكم بالمصحف الشريف، هو كلام المولى تبارك وتعالى، وهو مؤنسكم في وحشتكم، أعلم ألم الفراق منكم من لم يزر والديه ممكن 6 شهور وربع شهور وخمس شهور، أعلم ألم الفراق وألم البعد وألم الاشتياق، ولكن اعلموا علم اليقين هذا في ميزان حسناتكم. نشكر هذه المبادرة التي قام بها السيد مدير شؤون دينية لولاية الجلفة رفقة الجمعيات الخيرية والفاعلين، مشكورين لأنهم ربما هذه المبادرة تكون تشجيعية أكثر منها، تعطي تحفيز تعطي نفس جديد إن شاء الله للعمال رغم ما قدموا يزيدوا يقدموا إن شاء الله. بهذه المناسبة نعود نجدد الشكر على هذه المبادرة الطيبة، ونحيي من خلالكم كل من ساهم في هذه الفكرة أو بادر، ونحيي كل عمال قطاع الصحة دون أن ننسى رجال الحماية المدنية ورجال الأمن ورجال الخفاء، مشكورين الكل، الكل مشكور. كانوا اليوم معنا باش يرفعوا من معنويات عمال الصحة اللي راهم واقفين 24 ساعة على 24 ساعة خدمة للمريض بصفة عامة وخدمة لمرضى كوفيد 19. نسأل الله عز وجل أن يرفع عنا هذا البلاء والوباء، إن شاء الله نكونوا في الأيام الأخيرة لهذا الوباء ونقضيوا عليه نهائيا. من هذا المنبر نطلب مرة ثانية من الشعب الجزائري عامة والشعب الجلفاوي خاصة أنه يحترم إجراءات التباعد الاجتماعي وإجراءات الوقائية، خاصة وحنا على مشارف فتح المساجد، دونك ماذا بينا ما نكونوش سبب في انتشار هذا الوباء.